هو او اي حد بقى اي حد على الاقل دول كانوا معايا وقت تعبي مش انت ما حد انت الفت المثال فانا بروح ادي له فلوس بروح ابدعه بروح ابيض ماشي انا اعرفك ازاي عرفنا تعرفوني يلا التليفون وقع اتكسر ربنا لو هشحت كده همش هشحت في الشارع ما اقعد معاكم تاني انا عمري ما اقعد معاكم تاني عشان انتوا ما تشرفوش انت اللي ما تشرفش والله انت اللي ما تشرفش مراتك دي ارحم منك ما اعرفش بصيت لك ازاي هي اه بتحب تسمع للناس بس دي ارحم منك ما انت ما تشرفش ما ينفعش يتقال عليك اب والله العظيم ما ينفع يتقال عليك اب هتاخد فلوسي تروح تديها لاخواتك ايه الشغلانه السودا دي انت بتجدع على قفايا اه الشارع اللي وراه ده انا راح اعمل لك محضر ابن فجره دلوقتي انا هروح خد البطاقه لا معايا صوره البطاقه لما تاخد فلوسي وقت المستشفى ما تجيليش ولا تدفع جنيه وبجاح اهلك بتاخد فلوسي وتديها لي الناس انا هقوم انا بقى وريت ميتين اهلك لا انا عايز اشوفك بجد لا بجد بقى انا عايز اشوفك انا عايز اشوفها لو عليا ان انا مسافرش اكسرها والله انا هكسر لكم الشقه كده كده قبل ما والله هنزل العربيه هنزل الشنطه العربيه واطلع اكسر لك الشقه كلها وهكسر لك تليفونك وهكسر لك البيت كله من عين الاثنين انت عايز انت بس قول خدمتك وانا هنفذ لك من عين الاثنين من عيني بس كده ايمن ده انت ليك ام الاباط لاجلك ده انت قرعتني في اي اب اشوف اباط صحابي بيدون فلوس بيطبطبوا ده بياخد وبياخد لاخواته وما بيسالش عليا في المستشفيات وانا تعبانه وكمان بيبجع ده انت بجع